أهلا بكم من جديد. قال مراسل العربي إن قوات الدعم السريع قصفت بالمدفعية مواقع للجيش السوداني في قاعدة وادي سيدنا شمال أم درمان. وأضاف المراسل أن أعمدة الدخان ارتفعت في محيط القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم جراء قصف مدفعية الدعم السريع. وأضافت المصادر أن الجيش استهدف بالمدفعيات الثقيلة مواقع قوات الدعم في ولاية الخرطوم. من نواد مدنية ينضم إلينا مراسلنا وائل محمد الحسن. وائل أهلا بك. إذا تحتدم المعارك والاشتباكات في السودان، ضعنا في تفاصيل التطورات. نعم سونيا، لليوم الثامن على التوالي تهاجم قوات الدعم السريع القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم وتصد القوات المسلحة أو القوات التابعة للجيش هذا الهجوم. هنالك أيضا كان قصف مدفعي منذ الصباح الباكر من قبل قوات الدعم السريع من مناطق تمركزاتها بجنوب وشرق العاصمة الخرطوم تجاه محيط القيادة العامة وتمركزات الجيش في سلاح الإشارة بالخرطوم بحري. أيضا الجيش قصف عدة مواقع للدعم السريع بوسط أم درمان، تحديدا أحياء أم درمان القديمة، وأيضا عدة تمركزات لقوات الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم، تحديدا أيضا في محيط القيادة العامة وجنوبي الخرطوم في محيط أرض المعسكرات والمدينة الرياضية. أيضا قبل قليل كان هنالك تصاعد لأعمدة الدخان الناتجة عن الاشتباكات والمعارك العنيفة التي تدور في القيادة العامة بواسطة الخرطوم وبين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم بحري. كان هنالك قصف مدفعي للقوات الدعم السريع تجاه شمالي أم درمان وأيضا جنوبي قاعدة وادي سيدنا العسكرية، بادلته مدفعية الجيش بقصف ناحية تمركزات قوات الدعم السريع شمالي الخرطوم بحري، تحديدا مناطق الإزيرقاب والسامراب. الآن الأجواء محتدمة بالمعارك سونيا في عدة محاور في العاصمة الخرطوم وأيضا في مدينة أم درمان في ظل تطور الأوضاع السياسية، خصوصا بعد خطاب الفريق البرهان في مبنى الأمم المتحدة وأيضا خطاب الفريق حميتي الأخير، وأيضا الاتجاه الآن خصوصا بعض تصريحات الفريق البرهان لعدد من وكالات الأنباء العالمية أن الاتجاه الآن والحل الأمثل هو ناحية التفاوض وأن المسار الأفضل للحرب هو التفاوض وأنه لا يمانع الجلوس مع الفريق محمد حمدان دجلو من أجل التوصل إلى إنهاء هذه الحرب. نعم شكرا لك وائل محمد الحسن، كنت معنا من واد مدني.